إذن السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذه القناة مرة أخرى. إذن مرحبا بكم. طبعا هذا الفيديو كان عمله كرد على يعني هذا الفيديو هذا. فطبعا لاحظنا اليوم على أن الأغلبية أو الكويكبة ديال بزاف ديال اليوتيوبرز في إسبانيا. فالخبر اللي طبعا شافوا أنه يثير الاهتمام فهو خبر القبض على بزاف ديال المهاجرين، وركزوا بزاف على الناس اللي ما عندهمش الأوراق طبعا. اوكي، اذا نبداو مع هذا الفيديو هذا. فالخبر كان هو طبعا من لاكوار دي سيفيل، من الحرس المدني اللي هو الدرك الملكي في اسبانيا، يعني يقوم بمقام الدرك الملكي اللي في المغرب، فهنا يسمى بالحرس المدني. اذا الحرس المدني قام بواحد العملية اللي طبعا هنا في اسبانيا، فالقوات الأمنية تقوم بتوثيق العمليات التي تهم يعني طبعا الأمن العام، ويعني كيوريو طريقة الشغل ديالهم، الأخبار اللي كتهم طبعا القوات ديالهم. إذا نبداو. La Guardia Civil, en colaboración con la policía local de la localidad de Fraga, Huesca, han llevado a cabo un dispositivo de identificación de trabajadores que acuden a la campaña de recolección de fruta, que se habían... إذا عندي بعض أون ديسبوزيتيفو، يعني هنايا يعني قوات الدرك أو الحرس المدني ما قالش على أنها حملة. يعني الحملة الإخوان ما كنسميو مسألة الحملة، فهي كتكون حملة على نطاق التراب الإسباني كامل. كتكون مثلا مجة من الإدارة المركزية، من الإدارة العامة للأمن الوطني الإسباني، كتكون حملة موجهة ضد واحد الظاهرة، مثلا ضد واحد المجموعة معينة كأصحاب هذا. ولكن حنا كنهضروا على واحد ديسبوسيتيفو اللي قام به الحرس المدني. ديسبوسيتيفو يعني بحال نقولوا يعني واحد الفرقة، واحد العمل، واحد الفرقة اللي قامت بواحد واحد بحال نقولوا واحد العملية في واحد البلاصة معينة. إذا قالت على أنها في يعني في يعني في المحيط ديال الستاسيون، يعني هما هاد ديسبوسيتيفو، يعني هما جابوا القوات ديالهم، قوات يعني كتكون مكونة من أفراد معينين اللي كيخرجوا لهاد العملية هذه، وتركزوا في حول يعني منطقة ديال أوتوبوسيس، يعني يعني فين البلاصة اللي كيجيو المسافرين منها. Controles vienen motivados porque en los últimos días se había detectado en Fraga una constante afluencia de personas que llegaban al municipio procedentes de Cataluña con la intención de trabajar en la campaña de recogida de fruta, pero que... وطبعا هاد الحم هاد مش الحملة هاد العملية هادي فهي أتت على إثر الشكايات، الكثير من الشكايات اللي وضعوها البثينوس، يعني الناس الجيران اللي ساكنين قرب هاد المحطة هادي، اشتكوا على ان لاحظوا ان بزاف ديال الناس كيجيو او مسافرين كيجيو من كاتالونيا، كيجيو من عده مناطق مثلا، وكيبقاو مجموعين. يعني طبعا حنا في واحد يعني في حاله انذار صحي الاخوان، فمن الطبيعي ان التجمعات اللي كتكون اكثر يعني اكثر من العدد المسموح بها، وواحد الطريقه اللي هي ماشي يعني مثيره يعني للشبهات، فهاد البيسينيس هادو غادي يقوموا باشعار القوات الامنيه، وبالتالي هذا كيدحض على ان هذه حمله. يعني اذا قلتي حمله، الحمله هي ان ماشي البيسينوس، رد عليك يعني كلام منطقي. يعني الحمله شنو هي؟ الحمله هو ان كتكون هناك اوامر من الاداره العامه للامن الوطني للفرق الامنيه انها تقوم بحمله، انها ما كتسناش البيسينوس يجيو لعندهم يقولوا لهم اجوا عباد الله. راه يعني هذه مساله كتضحط انها حمل هذه العمليه بالضبط. هذه العمليه كنهضر على هذه العمليه، اذا كانت حمله فماشي بالضروري ان البيسينوس يعيطوا عادي يجيو. اذا هادو الناس تشكاو، ملي تشكاو الناس عاد جاو. اذا هذه ماشي حمله، هذه كان ارد على الشكايه. يعني هذه النقطه اللي بغيت نرد عليها. siendo muchos de ellos de un contrato previo para ejercer dicha actividad y del lugar donde alojarse, por lo que se habían instalado en las inmediaciones de la estación de autobuses, generando gran alarma social. عالي اخوان، اذا فهاد الناس هادو اللي جاو فجاو باش يخدموا، يعني باش يجيو يخدموا. ولكن المشكله ان هاد الناس هادو لو كانوا يجيو يخدموا ومشاو ديريكت البلاصه فين يسكنوا ما كان يوقع والو مثلا، يعني ما كانش غتكون هاد العمليه هادي.
يعني هاد الناس هادو بقاو كيتجمعوا وداروا صداع، يعني سي نورمال. يعني انسان، يعني خصوصا الناس اللي ما عندهمش الاوراق، خصو ما يثيرش الشبهات باش تمشي تبغي، يعني لانك اصلا انت غير قانوني، اصلا الوجود ديالك فوق التراب الاسباني فهو غير قانوني، ورغم ذلك فاسبانيا كتعطيك العديد من الحقوق، كتعامل معاك، كتعطيك شهاده السكنه، ورغم عدم قانونيه الوجود ديالك فوق التراب الاسباني. فبالتالي الانسان اللي كيكون ما عندوش الوقت ياخذ الحذر طبعا. حنايا انا يعني المهم بعد ان نرد على بزاف ديال النقاط، Por dicho motivo, se procedió a la identificación de un total de 26 personas que no tenían contrato de trabajo, resultando que 10 de ellas estaban indocumentadas y se encontraban de forma irregular en España. وبالتالي فعلى اثر شكايه، طبعا القوات الامنيه الاخوان مي كيجيو الاسبان او مواطنون وكيتقدموا بشكايه ضد عدد من الاشخاص، فمن غير المعقول ان قوات الحرس المدني او البوليس اول حاجه غادي يقول لك شنو الوريقات ديالك، عندك وريقات ما عندك، خصنا نشوفوا شكون انت. طبعا ملي قاموا بتحديد هويه هاد الاشخاص جبروا 26 شخص، طبعا 26 شخص، فاول حاجه انهم جاوا بلا كونتراتو اصلا، يعني اذا دبرتي الكونتراتو كانوا يقدروا ما يقولوا لك والو، جبت عندك كونتراتو عندك فين، اصلا ما كانوش يهضروا معك، ولكن جبروا على ان 10 من هادو ما عندهمش الوراق. وبالتالي الاخوان دائما، يعني هذا من الطبيعي، واش هما كتطلبوا على ان واش كتنتظروا او لا كتطلبوا من اسبانيا والقوات الاسبانيه وقوات الامن، عندما تكون هناك شكايه باشخاص انهم خرقوا، اول حاجه خارقين القانون الان اللي ما كيسمحش بالتجمعات ومساله صحيه، انهم ما يقوموش بواحد عمليه ايدنتيفيكاسيون، ما يعني هذه واحد المساله طبيعيه. المهم انتم الاخوان هذو النقاط اللي كان نرد، وفي الاخر خلوا التعاليق وكان هذا الرد. Lo que se instruyeron 10 actas por estancia irregular que fueron remitidas al Cuerpo Nacional de Policía en aplicación de la Ley de Extranjería para inicio de un expediente de expulsión del territorio nacional. إذن فتم تحويل هاد الأشخاص اللي ما عندهمش الوراق إلى البوليس، لأنهم هما اللي عندهم الصلاحية ديال أنهم، يعني الناس اللي ما عندهمش الوراق كيعملوا لهم ديك اكسبيدينتس اكسبولسيون. هذه واحد الحاجة طبيعية. فأنت أصلا يعني هما هذه ماشي حملة، يعني ماشي مشاو كيفتشوا، يعني الحملة شنو كتكون؟ كيجيو البوليس مثلا، كيكون مثلا واحد الشهر مثلا ولا ايام متتابعه، كيجلسوا قدام المحطات ما كيعيطولهمش البيسينوس، وكيبقاو يشكوا. يعني انا بدي واحد المره، يعني كنت دايز وكنت خارج، هيدا وقفني واحد البوليس سكرتا، يعني بوليس سري ما لابس والو، قال لي الورقات ديالك شاف لك كلشي. كتكون الحمله يعني كتكون ماشي الناس عيطولك على اثر، وحنا دابا عارفين الظروف. اذا فصيفطوا هاد الناس البوليس. طبعا انت مين خارق القانون، ويعني ماشي استقص، يعني ماشي نيشو عليك انت بوحديتك، ولكن انت جيتي طبعا عملتي تجمع وما عندك فين تسكن وخارق الحظر الصحي، فبالتالي غادي 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 يطبقوا عليك القانون. طبعا هذه حاجه معروفه، ولكن هذا ما كيعنيش ان هناك حمله مبيته. انا حد الان العلم ديالي ما، لان دابا حد اصلا دابا الاستاد والالارما يصطاد الحالات الانذار، واش هما يعملوا الحملة دابا وبالصبع يتكافوا مع المشاكل اللي عندهم دابا، وخصهم يطبقوا، يعني يطبقوا مسائل ديال الحجر الصحي والالتزام الاسبان، وزيدوا في راسكم عملوا 700 الف مولتا ديال الناس اللي خرقوا الحجر الصحي، يعني هما عندهم بزاف ديال الخدمة. باش انا اشك في ان غادي تكون هناك، يعني حاليا هناك حملة، ولكن للاسف العديد من المنابر كتاخذ واحد العمليه مثلا بحال هذه وغادي تقول لك انها حمله، رغم ان ليس، يعني وسائل الاعلام ما هضرتش على شي حمله، لان الان ليس وقت الحملة. ولكن اذا انت هناك حاله انذار، وبالطبيعي اذا حصلوك دابا راه بحالك بحال الاسبانيول، الاسبانيول كيحصلوك كيخلص 600 الاورو ولا 1000 الاورو، ما يعني هذا هو القانون دابا. يعني الانسان الان اذا خرج من المنطقه ديالو ولا المدينه ديالو راه كاين امكانيه انه يقدر يحصل. ولكن انا كنت يعني في الاخر كاينين الناس مساكن اللي راني نتفاهم الموقف ديالهم على انه ما عندوش خصو يخدم باش يصرف على راسه، ما كاينش لا يعطي لان اصلا ما عندوش الوراق. اصلا الاخوان الانسان اللي كيجي، يعني شوف هذا الكلام واش منطقي ولا، اصلا انت ملي كتجي لاسبانيا في وضعيه غير قانونيه، فانت عارف راسك انك دائما معرض
لهذه المساله ديال انهم يعملوا لك اكسبولسيون دائما، عندنا واحد الخطر، ولكن حنايا كمهاجرين غير نظاميا كنتحملوا هذا الخطر هذا ان نقدر نحصله. كتجبر مثلا عندك سبع، ما كتجبر مثلا الاف ديال الناس، وطبعا سي نورمال ان من بين الالاف ديال الناس غادي يحصل واحد 10 ولا 20 ولا 100، ولكن الدوله كدوله ما عملاش يعني، لو عملتهم في راسهم هما راضي، ثم كتعتقدوا ان اسبانيا غادي تحرف لان جمع بنادم وتصيفطوا، وهي عارفاهم، عارفه فين ساكنين، وكتعطيك شهاده السكنه يعني. هناك يعني هي كتحاول تعيش مع هذا الوضع، ولكن طبعا انا ما كيمنعش ان في وقت من الاوقات غادي تكون شي يعني، اذا حصل شي واحد ولكن انا ما كيعنيش ان حمله، انا قلت لكم الحمله يعني بالتحليل ديالي الحمله ماشي حتى يجيو البيسينوس. انتم سمعتوا الفيديو، اذا نكملوا الفيديو. اذا سمعوا يعني الفيديو، تابعوا الفيديو. انا الصراحه كنحاول نرد على الكلام، فالكل لديه الحق انه يرد على الكلام. هذه واحد الحمله اللي هي موسعه اللي درتها البارح، او لو عفوا هو البارح درتها الكوارديا سيبيل في المنطقه ديال ويسكا، خاصه قال لك ملي لاحظوا واحد العدد كبير او واحد العدد هائل ديال الناس اللي راهما كيعيشوا او لا جايين تمايا يعني مؤخرا يعني جداد على المنطقه، وكينعسوا في المحطه ديال الكيران. يعني هاد الحمل هاد سميتو هذا يعني هاد الحادث هذا خلى ان الغوارديا سيفيل يتحركوا ويمشيو انهم يشوفوا او لا يحققوا مع هاد الناس هادو اللي راهم تمايا، وعلاش اصلا كينعسوا تمايا. كما كتعرفوا الاكثريه دابا حاليا خاص الواحد كاع ما خاصوش يبقى في الزنقه. اذا ملي مشاو داروا التحريات ديالهم لقاو بانه هاد الناس هادو راه جاو فعلا من الجهه ديال برشلونه ومن عده مناطق ديال اسبانيا باش انهم يخدموا في الفروتة اللي كاينه في الجهه ديال ويسكا، اللي غالبا كتكون تمايا داك حب الملوك هو اللي كيكون. اذا مزيان، عاد الان ما عندي حتى شي اعتراض على كل شيء يعني، يعني الفيديو قلت كل شيء، الا انا ما متفقش معك على مساله الحمله. الحمله ما كتكونش حتى كيجيو البيسينوس، لانك اذا سمعتي يعني ركز مزيان في الفيديو وحاول انك تركز في الكلام مزيان، ولان قال لك ان هذه الشكايه هذه ما قلتيهاش صراحه، ما قلتيهاش يعني، هي جات على اثر شكايه من البيسينوس. المهم يعني ما قلتيهاش يعني ما عطيتيهاش ديك يعني رجعتيها حمله، هي ماشي حمله، هي واحد جات على اثر شكايه. والحمله كتكون في عده مدن، غادي مثلا انا نقول لك بحال دابا اذا شفنا بزاف ديالنا في عده مدن وقع لهم نفس المشكل نقدروا نشكوا على انها فيها حمله. اذا نتابعوا نسمعوا الكلام ونعلقوا عليه. اول حاجه دابا غادي نهضروا عليها، هذا هو اللب الموضوع اللي بغيت نهضر عليه. واش هاد الناس هادو عندهم الحق انهم مثلا دابا غيسيفطوهم واش ما يسيفطوهمش؟ يعني مع هاد لابانديميا ولا مع هاد الجائحه هادي واش غادي يطلقوهم وغادي يغفروا لهم؟ هاد النقطه هادي بالضبط كنت شرط ليها في ملي كنا كنهضروا على الفيديوهات ديال خليها تخماج. وبهاد المناسبه هادي جيت باش نقول لهذوك الناس اللي كانوا كيقولوا لهاد الناس هادو لهادو اللي ما عندهمش، هاد العمال اللي ما عندهمش اوراق، سيروا تخدموا. طبعا غادي نرد انايا على هاد الهضره هادي، حنا عمرنا انا كنهضر على راسي، ما كنهضرش على شي ناس اخرين. انا من يعني بصفه شخصيه كنت معارض لهاد الحمله هادي، لانني شفت ان الحمله حمله غير واقعيه اصلا. حنا نقولوا ما كايناش اصلا، ما تجيب لي جوج فيديو ديال جوج الناس يقول لك انا راه بزاف الناس ما خداميش وعير يعني. انت واش تمشيتي للحدث ومشيتي للكامبوس وفعلا شتي الناس ما خداميش؟ يعني هذوك فيديوهات جاواك مع الناس وكيقولوا انهم ما خداميش، جوج الناس ثلاثه ما عارفينش الواقع. حنا خصنا دائما في الصحافه ملي يعني نجيو نعملوا ريبورتاج ونشوفوا الحقيقه، خصنا نشوفوا الواقع، ناكدوا الاشياء على يعني في الواقع. حنا يعني كيفاش نعرفوا ان هذوك جوج الناس ولا ثلاثه ولا 10، مع العلم ان الاغلبيه الناس كاين اللي مشى خدم. وطبعا يعني ما عندناش كيفاش غادي نعرفوا ان هذيك الحمله اصلا واش هي بصح ولا لا. يعني في الاخر كتبقى لي انا حمله اريد يعني اريد بها شيء، ما عرفتش شنو كنتو بغيتو ديروا بها، ولكن على كل حال فهي حققت نسبه المشاهده كبيره، حققت لي زانسكريبسيون كبيره بالنسبه للعديد من الاشخاص. لان علاش هاد الكامبانيات هاد دابا اليوتيوب رجع كل واحد اللي بغى ينشر شي معلومه ينشرها، ما كاينش وسائل اللي هي
يعني موثوق بها، فقط مقاطع، فقط فيديوهات، يمكن ندعم واحد الصورة وهمية للواقع. هذه واحد النقطة. ثاني حاجة، حنا عمرنا ما قلنا على أن الناس اللي بلا ورق يمشيو يخدموا، لأن هذه المسألة هذه غير قانونية. حنا قلنا حنا يعني كان الرد فعل ديالنا أن إسبانيا في ديك اللحظة كانت كتحتاج الأيادي باش تساعدها، اللي يقدر يساعدها يمشي يساعدها، اللي مثلا عنده يعني في شيء بحال دابا الناس في السبيطارات، الناس اللي كانوا في السبيطارات في ديك اللحظة، هذيك اللحظة ديال الأزمة، إذا كل واحد فكر في راسه مشى تخبى، ايوا هاد البلاد هادي غطيح، غيرجع كل شيء، وانت بيدك اذا مرتي غادي تمشي لتما، خص شي واحد اللي يعاونك. كاين في ديك اللحظه اللي كانت خطيره جدا، فكان ضروري على ان الجاليه تثبت القوه ديالها، خصوصا الناس اللي عندهم اوراق. حنا ما قلناش الناس اللي ما عندهمش الاوراق ما يمشي يخدم، هذا هذه مغالطه. عمرنا اذا رجع الفيديوهات، حنا كنا كنقولوا ان الاسم ديسغراسيابلي، يعني يا اخ خايبه انك تعمل واحد الحمله والناس كتموت، لو يعني عسميه ما صالحاش. اذا هذه مغالطه، احنا عمرنا ما قلنا للناس على انهم اللي ما عندهم شي ورق يمشي يخدم، واصلا اللي ما بغاش يمشي يخدم ما يمشيش يخدم. ولكن كانت هذيك اللحظه الناس اللي كتكون اللي عندهم شجاعه انهم يوقفوا ويبينوا على واحد الموقف يغامروا براسهم، فكانت هذيك فرصه. ولكن ما تجي انت تقول لي خليها تخماش راه غتزير باش تعطي الورق، هذه سياسه خاطئه وبينت الفشل ديالها. وحاليا انت يعني انتم عارفين على ان الحكومه ما حط يعني ما حطاتش على البال ديالها، يعني حتى واحد ما يعني نقولوا لو كنا سمعنا هذه الحمله وصلت البريميرا والسيكوندا ولا لا سيكستا، حنا دائما كنشوفوا الاشياء اللي كتوصل للصدى الاعلام ديالها كنشوفها في التلفازه، مادام ما وصلتش التلفازه فالمساله هذه ما كانتش عندنا الاثار. اللي كان هو ان بزاف المنظمات طالبت يعني بالتسويه هذه فعلا، ولكن منظمات، انا تقدر تجيب لي اسكر هذاك مول اسكر هذاك كاتالاني اسكر اونيدا ولا هذا، كيطالبوا بالانفصال، كيمشي للبرلمان كيقول لهم انا خصني ننفصل، خصنا نطالب بالانفصال على اسبانيا. ولكن هاد المطالبه واش في الاخر تقدر توصل له تحقق؟ صعيب بزاف تحقق. بزاف الاحزاب المعارضه اللي كيبغي يعارض وكيبغي يعمل رويدو كيبدا يطلق في اشياء اللي مثلا غير ممكنة التحقيق. فإذا جا واحد الحزب معارض وجا قال لك، وهذا ما كيعنيش ان كاين واحد الابويو، كاين واحد يعني بزاف الاحزاب اللي في الحكومة هي اللي كتهمنا، هي اللي في يد القرار، هي موافقة ولا ما موافقاش. بحال المسألة ديال ايطاليا لحد الان المرسوم فعلا بدا هناك وزيرة، فعلا وزيرة الفلاحة اصلا هددت بالاستقالة ديالها باش يتصاوبوا الاوراق، والامر يعني موضوع فوق طاولة يعني الرئاسة، مرسوم وكيدابزو عليه، ولكن كاين أحزاب ما باغاش. ولكن ملي غادي نجي نقول الوراق تفتحوا، لحد الآن باقي ما تفتحوش، ولكن فعلا كاين هناك واحد الضيبة فعلا في اسبانيا ما وصلنالوش، ما نكذبوش على الناس، حنا لحد الآن في اسبانيا ما وصلناش النيفو ديال ايطاليا ان يكون هناك وزير او وزراء كيدعموا هذه الفكرة. حنا لحد الآن في الحكومة الإسبانية ما كاين حتى شي وزير كيدعم الفكره ديال يفتح الاوراق، او الحكومه ما عندها. هذا ما كيعنيش اننا حنا ضد، ولكن خصنا نقولوا الواقع، ما نكذبوش على الناس. اسبانيا حد الان بغاو سولوا ديك النهار رئيس الحكومه، راه وهرب لهم من السؤال بطريقه لابقه، ما كيبغيش يعني عارف ان هذا الموضوع غير مطروح، على الاقل بالنسبه للحكومه الان هي حاكمه. نزيدوا مع الفيديو، انا نعاود شويه الفيديو بس نسمع، لان انا رديت ولكن نسمعه وعاود مره اخرى. بالضبط كنت شرط ليها ملي كنا كنهضروا على الفيديوهات ديال خليها تخماج، وبهاد المناسبه هذه جيت باش نقول لهذوك الناس اللي كانوا كيقولوا لهاد الناس هادو لهادو اللي ما عندهمش، هاد العمال اللي ما عندهمش اوراق، سيروا تخدموا. ودابا بغينا الجواب ديالكم باش تردوا على هاد الناس هادو، تردوا لهم القيمه ديالهم والاعتبار ديالهم. شحال هادي ملي كنقولوا ما تمشيوش اودي راه ممنوع اصلا تخرج، ما تمشيش خليها تخماج باش دير لك راه راسك. الاكثريه ناضو كيقول لك لا خاص هاد الناس هادو يمشيو يخدموا، علاش كتقولوا لهم؟ علاش كتقول لهم؟ ودابا بغيناكم تقولوا الراي ديالكم وتردوا الاعتبار لهاد الناس هادو. اولا دائما ملي كنخرجوا بشي حاجه دائما كيكون الانتقاد، وهذا راه نورمال. الانتقاد يعني راه ما عمرك ما غتوصل انك يعني انك تقنع الناس كاملين على الفكره ديالك بان راه الفكره ديالك هي صحيحه، هادشي راه ما يمكنش. الاخوان كما كتعرفوا حاليا ما يمكنش انهم يرجعوا شي واحد، لانه هذه واحد 3 ايام انا كنت خرج واحد الخبر، هذه واحد 3 ايام
يلاه خرجوا اخر جوج ديال الناس اللي كانوا موجودين في السونتر. اذا انت كترد على راسك الحمد لله رديتي، لان في هذه الحاله ديال الانذار، ف يعني كان هناك خبر خرج في الاول ديال مين بدات هذا الشيء ديال الانذار، على ان مسائل ديال لي اكسبولسيونيس باش يجريو على بنادم فمجمده الان ليست هناك نيه. اذا الاخ ما كتشوفش على انك تتعارض مع نفسك، يعني الان كتقول ما كاينش اكسبولسيونيس ولكن في نفس الوقت كتقول ان هناك حمله. كيفاش هذا يعني الوزاره؟ يعني دابا نتخيلوا الاخوان بالله عليكم، واش اسبانيا بالروينه اللي عندها القوات الامنيه دابا ما عندها شغل الا تجري على الناس اللي ما عندها الوراق؟ وعيب العقل ان نوصلوا لهذه النتيجه. المهم انا كنقول لكم الافكار اللي كتجيني الراسي، يعني باللوجيك الان يعني بالعقل راه ما يمكنش دابا يجريو على الناس. ولكن اذا شي ناس عملوا تجمهور على الاخوان وراه يجيو بالبوليس وغادي يجيو، لان البيسينوس غيتشكاو كيجيو يقول لك راه عندك الوراق وبالتالي عليهم تطبيق القانون. ولكن هذا لا يعني ان هناك حمله موسعه، ما تكذبوش في هذا الموضوع في هذه المساله هذه وتجيب لي التخربيق من انترنت وواحد. المهم بعد احنا نشوف شنو غادي يعني غادي نزيدو يعني معاك يعني نكملوا هذا الفيديو هذا. يعني خو السونترات وهذه القضيه هذه راني شرط ليها شحال هذه بان السونترات راه غادي يخويهم السونترات فين كيدوا المهاجرين، ولكن المشكل يعني هذا الشيء واش يعني واش كيعفي هاد الناس هادو انهم فعلا ما غاديش يعطيوهم مثلا هذاك الاكسبولسيون؟ لا، القضيه ديال الاكسبولسيون كاينه وكاينه واخا ان هاد لابانديميا يعني راها موجوده. هاد الناس هادو اللي راهم تشدوا دابا حاليا ولا هاد العشره هادو اللي تشدوا حاليا اشنو غيديروا؟ الاجراءات اللي غيديروا معاهم غادي يعطيوهم فعلا غادي يبسموا لهم غيعطيوهم ليكسبولسيون، ومن بعد غادي يرغموهم انهم كل 15 يوم غادي يجيو انهم يبقاو يفيرميو. ومن بعد يعني ممكن انهم ملي غتسالوا وغيتفتحوا الحدود هاد الناس هادو يعني كما غيديروا معاهم كل 15 يوم دابا غيمشيو غيبقاو يسينيو تما عند البوليس، يعني ملي غيتفتحوا الحدود اول حاجه غيديروا هي غيباليو بهم غادي يرجعوهم. هاد الهضره هادي عاوتاني واخا كنقولوها يعني دائما ما كتلقاش الاقبال، وكيقول لك انت شنو كتعرف وانت شنو كتقول وانت غير كتخربق وانت، ولكن دائما كما نتوما الاكثريه ديال هادو اللي كيبداو دائما ينتقدوا، انا عارف الاكثريه فيكم كتهزوا المواضيع من هاد المحامي هذا اللي راني جايب لكم دابا باش تعرفوا اشنو قال. الحمله ما كايناش فقط غير الحمله، كاينه في مجموعه من المناطق وكاينه حتى في المنطقه اللي كيسكن فيها هو اللي هي ديال استورياس، وهو غيهضر عليها وغادي يخلي لكم هذا الفيديو هذا. Mira, yo por mi trabajo trato con muchas personas que no tienen residencia en España y situación de estas es realmente penosa. الاخوان هذا هو المحامي، المحامي طبعا لا يرقى الى محامي، طبعا بالنسبه لي ماشي محامي لانه يستغل المهاجرين بعناوين براقه ليست لديهم مصداقيه كبيسنتي. اذا جبتي لي بحال بيسنتي نقول واخا معروف عنده موقع عنده شويه المصداقيه، ولكن بحال هذا ما يمكنش نعتد انا به. No es cosa que no pueden encontrar trabajo porque están sin autorización de residencia. Es que ni siquiera pueden salir a la calle. ¿Por qué? Porque no tienen justificante a dónde salen, qué van a hacer y peor que las fuerzas de Estado, aparte de sancionar a esas personas con una multa que ellos no pueden pagar, incluso inician procesos de expulsión. Gracias a Dios, yo no vi estos procesos de expulsión iniciados en grandes ciudades, ¿vale? Parece que hay mucha gente y policía como... على كل حال هو الان قال على ان بان بانه محامي، فبالنسبه للناس اللي عطاو لهم اكسبولسيونيس فهو لاحظ من حسن الحظ ان ماشي في جميع المناطق، كاين شي مناطق اللي البوليس شويه مرخوفين ما كيحاولوش يطبقوا الاكسبولسيون لان نظرا للحاله العامه. نكملوا. Procesos de expulsión iniciado a los inmigrantes sin permiso de residencia en pleno de estado de alarma. Y para proteger a estas personas, para dar ciertas garantías de sobrevivencia, varios partidos políticos hablaron sobre una posible كما قال هذا المحامي هذا اللي من بلغاريا ولا من روسيا ولا ما عرفتين، هو قال لك بان فعلا قال لك الاكثريه ديال الناس قال لك عندهم مشكل انهم ما عندهمش البيرميس باش يخدموا ما عندهمش، وهذا يعني ما كيعنيش انهم خاصهم يبقاو جالسين، ضروري خاص يقلبوا حتى هو على المعيشه ديالهم، وخاص وقال لك هو كيتعامل الاكثريه مع الناس اللي ما عندهمش اوراق. ولكن قال لك
واش كيعني ان هذه الحمله هذه مثلا واش غيوقفوا ولا ما يوقفوش، كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه فعلا، قال لك بان الاكسبولسيون كاين، كاينه الاعاده، واخا ما كايناش حاليا الاعاده ديال الناس للدول ديالهم، ولكن راه من هنا لقدام الواحد الا شدوك دابا غير مشكل، الا شدوك وبصموا ليك دابا حاليا وكيعطيوك ديك الخمس سنين او ثلاث سنين ديال الطرد، فهذا في حد ذاته راه مشكل. باش غنك تحيدوه خاصك ضروري عاوتاني ضروري تشوف المحامي خاصك يعني. واحنا المهم انا يعني هذا الكلام هذا فعلا غادي اذا وقفوك قدر يعطيوك، لان المساله الانذار. ولكن الاخ اصلا هاد الناس هادو، غادي نعاود الكلام ديالي، اصلا هما غير شرعيين. يعني هو دائما مهدد، راه سواء كانت الانذار حاله الانذار ولا فهو دائما مهدد الان باكثر، ولكن اصلا هو اللي تحط في هذه الوضعيه غير قانونيه. اش غنعمل؟ واش اسبانيا هي اللي عندها المشكل؟ ورغم ذلك اسبانيا كتعطي شهاده السكنه. يعني اصلا هما كاسبانيا كبلد كيحاولوا على انهم يتعاملوا مع الناس بلا اوراق، وبزاف الناس دارت الاوراق، الالاف والالاف مئات الالف اللي داروا الاوراق، جلسوا 3 سنين هنايا وصاوبوا الاوراق. اذا ما خصناش نشوفوا، ما نشوفوش عي عملي، يعني نشوفوا عير بعض العمليات، خصنا نشوفوا في المجمل. ولكن فعلا بالنسبه للانسان اللي ما عندوش الاوراق فصعيب عليه، ما حلته لانه هو ما كاينش اللي يصرف عليه، ووضعيه غير قانونيه، فهو مضطر انه يعني غامر، لانه هو مغامر، هو مغامر. ولكن الاخوان ما تاخذوش كلامي على انني كنقول له انا كنشجع الهجره غير الشرعيه، ولكن الظروف حطاته في هذا الموقف هذا، اش غايدير؟ خصنا واش دابا انت دابا انت مثلا بزاف الاشخاص عندهم الاوراق، عندهم مساعدات، حنا دابا في اليوتيوبرز الغلابيه راه جايب تيمبو، عندك باش يعيش وجالس في الدار ديالو، ولكن هاد الناس هادو فعلا راه واكلين الشحط. راه في الاخر غطلب واحد انه ما يخ... يعني انا عاد كنأكد انا ما كنقولش مشي تخدم، لان هذه مساله شخصيه، غطلبو ما يمشيش يخدم، ولكن شكون غيصرف عليه؟ اش غيعمل؟ في الاخر يضطر انه يرجع للمغرب، غيرجع للمغرب ويرجع بحاله صافي، وينسى حلم الهجره. للاسف الهجره الغير النظاميه هي ديال الاخوان، هناك مغامره، انسان كيعرف راسو فين يتحط، والظروف كتزير عليه. ولكن اسبانيا على العموم كتعامل بخير. هذه بالنسبه لي هاد العامل اللي هضر عليه الان ماشي حمله. اذا نكمل الان، انا غادي نقول واحد الجمله، غادي يتهم الاسبان بواحد الطريقه. المهم دائما هنا كنتلاعبوا بالاحاسيس ديال الناس اللي كيتفرجوا فينا، وهذيك اسبانيا بعض المرات انا حسيت ان اسبانيا الان كتلعب جوج ادوار، دور الشيطان ودور الملك. مع المرات كتكون مزيانه، بعض المرات هي ماشي مزيانه. لا اسبانيا خصها اخر يجي، خصها تحمل المسؤوليه ديالها. يعني حنا نجيو، يعني تخيلوا بلد يتلقى الهجره بالملايين، وبالتالي فخصو يكون معتاد داكشي بيرفيكتو، خصو يتعامل بخير. ما يمكنش الاخوان، خصنا نكونوا واقعيين شويه. البلد مهما كان يعني الطيبوبه ديالو او كانت القدرات ديالو فهي محدوده، والقانون في بعض الاحيان خصو يطبق. اذا ما طبقوش القانون فراه غتجبر الملايين ديال الناس ماجين، يعني الدول راه كتحمي راسها وبينها المغرب. اذا ما عملتي شي واحد القانون للهجره وزيرتي شويه، فبالتالي غادي يوقع هجره ديال الملايين، وما غتهضر هجره الملايين. الدوله ما تقدرش يعني تستقبل الملايين ديال الناس دقه واحده، كتحاول انها تستقبل في حدود الاقتصاد، لان هذا هو الواقع.